كم المرض هذا؟ هذا عمره الصغير. من هو المرافق حقه؟ بتاع عياله. صريح انت قابل عمل صغير حالة اللي وصلنا لحدود في بداية الشهر بداية شهر خمسة حوالي الإصابات بالكوليرا 500 حالة الذي شفتهم أنا يعني كلهم بالكوليرا. كمان المناشدة لوزارة الصحة أن يتوفر بقدر الإمكان الأشياء اللازمة للمرض للمرضى الذين هم مصابين ومحتاجين لهذا الشيء. عندنا 116,772 حالة اشتباه في الكوليرا و859 حالة وفاة. نبدأ بأسباب الانتشار. احنا اولا ده الموسم بتاع الوبائيات، موسم الامطار وموسم الحر، ده الجانب الطقسي. الجانب على الارض انه البنية التحتية لليمن متأثرة تأثرا كبيرا بالصراع، من فترة الصراع البنية التحتية اللي هي الويست مانجمنت او الصرف الصحي والمية والكهرباء وكمان الصحة. احنا عندنا اكتر من 55% من المراكز الصحية في اليمن لا تعمل لاسباب كثيرة جدا. في كمان نقص في الادوية، او مش نقص في الادوية، في ندرة في بعض الادوية، وفي صعوبة في الوصول الى مراكز العلاج في بعض الاماكن. دي الاسباب اللي بتؤثر في انه هذا الوباء بينتشر بشكل سريع جدا. الامم المتحدة احنا كلنا بنعمل تحت قيادة كمنظمة الصحة العالمية، بنعمل تحت قيادة وزارة الصحة، فهي وزارة الصحة اللي بتتولى التنسيق. تم انشاء فريق طوارئ بيجتمع بيرأسه وزارة الصحة اليمنية ومعانا منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمياه والصرف الصحي في اليمن. تم دعم هذا الفريق، تم دعم مراكز العمليات في محافظات الأكثر تأثرا، تم دعم المعمل المركزي بالتجهيزات وبالمواد اللازمة للتحاليل، تم دعم مراكز الإرواء الفموي ومراكز الإرواء الوريدي بالأدوية وبالإرشادات الإرشادات الطبية المفروض، تم تجهيز مراكز إرواء وريدي ومراكز إرواء فموية منتشرة في جميع المحافظات. منظمة الصحة العالمية مختارة مقاربة مركزة، إن احنا هنركز على مش المحافظات بقى، هنركز على المديريات الأكثر تأثرا. هو ده المديرية الأكثر تأثرا بنركز عليها محاولة إن احنا نوصل لأكبر عدد من المرضى. يجب أن لا ننسى أنه طبقا للإحصائيات اللي عندنا حتى الآن أكثر من 99% من المرضى اللي بيذهبوا إلى مراكز الإرواء والفموي أو الوريدي تم شفائهم. يعني نسبة الإمادة أو معدل الإمادة في الوباء أقل من 1%، وده بيدل على أنه القطاع الصحي بيعمل بأقصى ما لديه وبيعمل بنجاح.
محتاجين أكتر محتاجين أكتر. أكثر المحافظات تأثرا هي عندنا صنعاء والحديدة وحجة وأمراض. الوضع الإنساني في اليمن بينذر بالخطر، في كارثة حقيقية بتحدث. المرض ملوش علاقة بالتوجهات السياسية، ملوش علاقة بالحدود، المرض بيصيب الإنسان أيا كان هذا الإنسان وأيا كان التوجه السياسي. احنا بندعو المجتمع الدولي أن يتضافر والجهود تتضافر لإنهاء حالة الصراع في اليمن، ولمساعدة الحكومة اليمنية وزارة الصحة اليمنية في المحاولة على السيطرة على هذا الوباء.